السلام عليكم خوتي خواتاتي، ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وكاملين تكونوا بون سونتي. مره اخرى عظم الله واجركم، ومره اخرى بعثتوا لي بزاف رسائل خاصه بعد الفيديو اللي درته يوم امس، وعظمت الاجر تاع معظم الناس المغاربه اللي تبعوا القناه تاعي. بزاف ناس رسلوا لي العديد من الفيديوهات، العديد من الكلام حول هذا الصحف، في دلاله على قيمته الكبيره اللي كاينه عند القلوب تاع الشعب المغربي. الوالده تاعي تعرفوا، الوالده تاعي البارح يعني رسلت لي واحد الفيديو في الميسنجر في فيسبوك، قالت لي زين وشوف العدد الكبير والهائل تاع الناس اللي حضروا الجنازه تاع هذا الصحفي. وحنا ديما عارفين باللي الانسان اللي حضروا الناس في جنازته بشكل كبير دلالة على حب الناس. لا كما قلت لكم البارح، أي إنسان يحبوه الناس ويعزوه الناس ويحترموه الناس تعرف أنه قيمته عند الله عز وجل كبيرة وكبيرة بزاف. رحمة الله على هذا الصحفي صلاح الدين الغماري، إن شاء الله ربي سبحانه يتغمده برحمته الواسعة يا رب. أنا عارف أنه الأمر ليس بسهل، ولكن راح نشوفه يعني مع بعض لقطات من الجنازة المليونية كما سموها العديد من الصحفيين. يلا نشوفوها مع بعض. لا تنسوه من خالص الدعاء في التعليقات، ادعوا له بالرحمة بالرحمة، والإنسان لما يموت لازم تذكر المحاسن تاع والامور الايجابيه فيه. الفيديو هذا اللي راح نشوفوه من جريده حريه بريس، رابط القناه موجود في الديسكريبشن بوكس، روحوا كاملين اشتركوا في هذه القناه. تحيه لحريه بريس على التغطيه الجميله وعلى المجهودات من طرف الصحفيين والمصورين في هذه القناه. طبيعة الحال شوف عدد هائل من الحضور والحشد، يعني برغم الظروف والناس كامل خايفه على نفسها، شوف يعني مشاهد مليونيه صراحه، حتى القافله تكاد لا تجد طريقها في وسط الحشود. رحمة الله على هذا الصحفي إن شاء الله. ولتعلموا والله عز وجل بشرنا، والنصر صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلوا على النبي بشرنا أيضا أنه لما يكونوا حاضرين أربعة صفوف من الناس والمسلمين المؤمنين حاضرين في جنازتك، فستكون شفاعة لك وسيكون دخولك إلى الجنة إن شاء الله بمشيئة الله عز وجل. يعني تكبيرات، تهليلات، دعاء، صلاة على النبي، رحمة الله على هذا الصحفي. يعني شوف يعني لما تكون محبوب عند الناس باش يكافئك الله عز وجل، ويقول لك أنه الميت لما يدخل إلى القبر وترمى عليه آخر حفنة من التراب، يسمع الأشخاص أمام قبره لما يكونوا يغادروا في المقبرة، وبعد ذلك يسأل، وسؤال الملكين يسألوه يعني عن دين وعن عن كتاب وعن نبي. والإنسان في هذا الحالة إن كان مؤمنا وإن كان الناس يعني دعونه بالثبات إلى آخره، سيثبت بقول الحق، يعني سيثبت بالقول كلمة ألا هو يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله والكتاب والقرآن الكريم. كما تشاهدون يعني حشود كبيرة جدا حاضرة هنا في هذا الموكب الجنازة. يعني رحمة الله عليه على كل حال. يعني احنا نتمنى له الثبات، ونتمنى له ان شاء الله الغفران وان يعني الصفاء والنقاوة من الخطايا ان شاء الله. كما نقول يعني في دعاء هذا تعلمناه من اللي كنا صغار، اللهم نقي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. شوف يعني الحاجة اللي عجبتني سيك تشوف يعني شيوخ كبار في السن، رجال كبار في السن حاضرين لهذا الجنازة. علاش؟ لما قريت المقالات شفت بلي هذا الصحفي كان يبسط نشرات الأخبار للناس الكبار في السن اللي ما يفهموش اللغة العربية وما يفهموش اللغة الفرنسية، يعني يبسطها لهم بالدرجة ويتكلم معهم طريقة بسيطة لكي يكون الفهم يعني عند كل الناس سهل. رحمة الله عليه بطبيعة الحال، ربي الرحمة. والله تقشعر الأبدان اللي تشوف صور مثل هذه. موت الفجأة فاجأنا، يعني موت فجأة فاجأ الكل وفاجأ الجميع. ربي الرحمة إن شاء الله يا رب، ويتغمدوا برحمته الواسعة إن شاء الله يا رب العالمين. وفي الأخير هذا هو قبر المرحوم رحمة الله عليه، إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله. المهم خوتي إخواتي في الأخير نقول لكم حاجة، أدعوا له بالرحمة وادعوا له بالغفران، وادعوا لموتاكم في كل مرة تجي الموت وتفكرنا يعني باللي كان موت، ونتفكروا باللي كان موت لابد علينا أن نقول الحمد لله أن الله عز وجل زاد أعطانا فرصة وباش نتفكروا من هذا الموت وباش نتفكروا من هذا الأمور اللي تتقع في الدنيا. ربي يرحم كل إنسان مؤمن إن شاء الله، ربي يرحمه ويغفر له ويدخله إن شاء الله فسيحة جنانه، وأي إنسان يعني راه مريض ربي إن شاء الله يشافيه، وأي إنسان فقد أحباء وفقد واحد من الناس العزاز عليه إن شاء الله ربي سبحانه يصبره ويرزقه الصبر والسلوان إن شاء الله يا ربي. وأنا وش نقول لكم في آخر الفيديو، نقول لكم شكرا اللي شفتوا حتى الأخير، ودعوا له بالخير ودعوا له بالخير ودعوا له بالرحمة والتوب والغفران إن شاء الله يا ربي، وسمعوا رسالتي في آخر الفيديو هذا. بيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الأخير تاع الفيديو بغيت كل إنسان شاف هذا اللقطات وسمع بالخبر هذا وتأثر به. كاين بعض الناس يتأثروا صح، ولكن يعني حاولوا يغطوا هذاك التأثر تاعهم بواحد المجموعة من التعابير، بواحد المجموعة من التعاملات، يعني وكأنه ما تأثرش وكأنه قوي. ولكن ما نكذبوش على رواحنا، مهما كانت قوة شخصيتك، مهما كانت قوة يعني هيبتك، مهما كانت قوتك النفسية، مهما كانت صعبة عليك الحياة في هذا يعني الظروف صعبة، يعني كانت عندك ظروف صعبة في هذه الحياة، إلا أنه الوفاة تاع أي شخص عزيز وخاصة الوفاة الفجأة تخليك ديما تفكر وتتفكر بأن الله عز وجل موجود، قوة الله عز وجل موجودة، وقضاء الله عز وجل وقدره موجود. ولا ننسى أنه هذا من أركان الإيمان، أنه نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. يعني القضاء والقدر راه ركن أساسي لا يتجزأ من يعني المهم كل إنسان مسلم لابد عليه أن يؤمن بهذا الأمر وبإيمانكم بهذا الأمر. يعني تعاملوا الدنيا هذه وكأنكم راكم عايشين فيها مدى الحياة، وفي نفس الوقت تعملوا الآخرة وكأنكم ستموتون غدا إن شاء الله. باش أنا نقول لكم هذه الهضرة، ماشي أي إنسان يسمع هذه الهضرة يروح يكره من الحياة ويبرد قلبه من الحياة ويروح يعني يدير أمور ويدخل يعني توقف من الأمور اللي كان دايرها ومشاريع اللي كان بانيها في الحياة ويروح يدخل يغلق على نفسه ويبقى يعني يقرأ في القرآن ويصلي، لا. ولكن الله عز وجل قال بلي العبد المؤمن، العبد اللي عامل، أحسن عند الله عز وجل من العبد اللي ما يعملش. يعني الإنسان يعمل في الحياة هذه ويدرس في الحياة هذه ويطمح في الحياة هذه، ولكن ما ينساش الله عز وجل ويبقى ديما متفكر أنه هناك موت وأنه هناك يوم من الأيام سيخرج من البيت ولن يعود إليه أبدا. لذلك خوتي خوتاتي، الملخص تاع هذا الفيديو، الملخص تاع كل كلام هذا اللي قلته، هو أنك ما تكرهش من الحياة، يعني ما تبردش قلبك من الحياة، وإنما استمر في تحقيق أحلامك واستمر في العمل واستمر في الأمور اللي تحبها، ولكن ما تنساش أنه هناك الله عز وجل وصلي صلاتك، لأنه ما كاش فرق بين المسلم والكافر إلا الصلاة. لما تصلي صلاتك وتكون صلاتك معتدلة، فالعديد من الأمور تاعك في الحياة راح تكون معتدلة. العديد من الناس دخلوا إلى يعني طريق الابتلاء إلى آخره، ويقول لك باللي حياتي مش صافية، حياتي مش مستقيمة، حياتي فيها المشاكل، حياتي فيها كذا وكذا وكذا. ولكن لما تسقسيه على الصلاة وتقول له كيف حياتك مع الصلاة، يقول لك نفس الشيء، أنه حياتي مع الصلاة تذبذبات، مشاكل إلى آخره، توقف، انطلاق، يعني انقطاع في الرزق إلى آخره. وهذا كله بسبب تقصيرنا في الصلاة وتقصيرنا في الأذكار وتقصيرنا في عبادة الله عز وجل. لذلك الإنسان اللي يقدر يذكر خاوته يذكرهم، وأنا اليوم بصفتي شاب وعندي شباب يتابعوني نذكركم خاوتي أنه لابد علينا أن صلوا صلواتنا في وقتها ومع الجماعة إن أمكن، ونذكر الله عز وجل ليلا نهارا صباحا مساء، ونقول قليل ونصدق ونتهلاو في الوالدين ونقول قليل، لأن هذه الدنيا ما راح ندو منها ولا شيء إلا الأعمال هذه اللي رانا نديروها. نشكركم في الأخير اللي شفتوا الفيديو حتى الأخير، وإن شاء الله رسالتي تكون وصلت، وأي واحد عجبته رسالتي يصورها ولا يدير كابتشور ديكرون ويدير في ستوري ويطاقيني في الانستغرام، وهكا لكي تعم الفائدة ولكي الناس تسمع هذا الكلام لبلاك ناس كثيرة محتاجة أنها تسمعوا في هذه الحياة وما لقات حتى واحد يقوله لها. لذلك راني اليوم أنا كأخ وكأب وكأم وكأي إنسان في حياتكم كحبيب كزوج، يعني راني نقول لكم هذا الكلام من القلب. نشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والله يرحم الصحفي يعني ويتغمده برحمته الواسعة. Peace.